السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو أبقى قرآن تيتشر؟ میرا نام شیخ اسامہ بن طاہر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم جس لیسن کو شروع کرنے والے ہیں وہ ہے سورة الملک. سورة الملک یہ وہ بابرکت سورت ہے کہ مرنے کے بعد اگر بندہ اپنی دنیا کی زندگی میں نماز عشاء کے بعد اس سورت کو تلاوت کرتا ہے تو مرنے کے بعد جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ سورت عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ رکھتی ہے، اس بندے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے. چلتے ہیں اب ہم اپنے لیسن کی طرف. شروع کرتے ہیں ہم سورة الملک کو. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اب ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اب را کو پھر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر فتح ہے. را کی علامت میں سے، را کی پر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ را پر فتح ہو تو را پر ہوگی، یعنی موٹی ہوگی. اور شیئن ان پہ تنوین کا غنہ ہو رہا ہے، انہیں تنوین کا غنہ ہو رہا ہے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. خوف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ یہ سات ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف. ان حروف کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. والحیات لیبلوکم با یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کو شدت اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے مثلا
لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ تو جیسے باقی آواز ظاہر ہو سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَحْسَنُ سین آیا تو سین حروف سفیریہ میں سے ہے جب سین پڑھیں گے تو اس میں سیٹی ظاہر ہونی چاہیے حروف سفیریہ تین ہیں زا سین صاد جب بھی ہم ان تین حروف میں سے کسی ایک کو ادا کریں گے تو سیٹی کا ہونا لازمی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم إن شاء الله ہم پڑھیں گے اگلا لیسن آج ہم نے سورۃ الملک کو کمپلیٹ کیا انشاءاللہ تعالی پھر ہم اگلے لیسن میں ہم ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ